بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 83. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. في هاتين الآيتين ثلاثة أسئلة أجاب الله سبحانه وتعالى عنها. السؤال الأول قوله تعالى: يسألونك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك أي يسألك الناس عن الخمر والميسر. وقد جاء في سبب نزول الآية الكريمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وذلك لما في الخمر من الخبث والأضرار التي تستنكرها العقول السليمة. وفي رواية أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، والخمر كانت تشرب في الجاهلية بكثرة، كانوا في الجاهلية يتمدحون بشربها ويتلذذون بها، وكانت تشرب في أول الإسلام أيضا، كانت تشرب في أول الإسلام قبل أن ينزل تحريمها، ولكن كانت العقول السليمة تنفر منها، وقد تركها عقلاء الرجال في الجاهلية. هناك أناس من الجاهلية استنكروها وتركوها، وقالوا أشعارا فيها يذمونها، ثم إن الله سبحانه وتعالى نقل المسلمين من حالة إباحتها وشربها إلى أنه سبحانه بين أضرارها وأنها أكثر من نفعها. والعاقل إذا عرف أن ضررها أكثر من نفعها فإنه لا يليق به أن يتعاطى شيئا ضرره أكثر من نفعه. فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر. والميسر أيضا كانت قرينة الخمر، لأنهم كانوا يشربون الخمر ويقامرون ويعملون الميسر، يجمعون بينهما، فلذلك جاء الجواب عنهما جميعا. ثم إنه سبحانه نقلهم من هذه الحالة إلى أن حرمها عليهم في هذه الآية، لم يحرمها عليهم، ولكنه بين أن ضررها أكثر من نفعها، وهذا تمهيد لتحريمها. ثم إنه حرمها عليهم في وقت دون وقت، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمها عند الصلاة، فكانوا إذا أقبلت الصلاة تركوها إلى أن ينتهوا من الصلاة. وفي هذا تدريج لهم،
لأنها كانت متأصلة عند الناس، كانوا يشربونها بكثرة وكانوا واقعين فيها. فالله جل وعلا من حكمته أنه لم حرمها عليهم ابتداء لأن هذا يشق عليهم، بل تدرج بهم شيئا فشيئا رحمة بهم وحكمة منه سبحانه وتعالى، فكانوا يتركونها وقت الصلاة. وإذا كانت الصلوات في اليوم والليلة 5 مرات ويتركونها 5 مرات فهذا يخفف عليهم تركها نهائيا. فلما اعتادوا على تركها لبعض الفترات نقلهم الله جل وعلا إلى التحريم البات والمطلق في جميع الأوقات. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكانت هذه الآية حاسمة في تحريم الخمر مطلقا في جميع الأوقات، فتركها المسلمون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية الأخيرة أمر الناس في أن يريقوها، من كان عنده خمر فإنه يريقها، فقاموا وشقوا الأوعية التي فيها الخمر حتى سالت في الشوارع تنفيذا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التدرج في تحريم الخمر. وأما الميسر معناه المراهنات التي يؤخذ عليها جوائز، الميسر هو القمار وهو المراهنات والمغالبات التي يؤخذ عليها جوائز مالية، فهذه الجوائز هي القمار وهي الميسر. والخمر الخمر هو ما خامر العقل، يعني ما غطى رح يا أخي وخر. والخمر معناه ما خامر العقل يعني غطاه، لأن التخمير معناه التغطية، ومنه الخمار التي الخمار الذي تستر به المرأة رأسها ووجهها وصدرها. فالخمر ما خامر العقول يعني غطاها من أي مادة كان، سواء كان من العنب من عصير العنب أو من التمر أو من الشعير أو من سائر الأشياء، فكل شراب يسكر فإنه حرام، وهو خمر من أي مادة كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا هو الخمر، هو الذي يسكر ويغطي العقل، أيصبح الإنسان بمنزلة المجنون لا يدري عن شيء ويتصرف تصرف المجانين، قد يقتل وقد يفعل الفاحشة
بأمه أو بأخته أو بمن حضره، وقد يفعل الأفعال التي لا تصدر من الإنسان السوي، بل قد لا تصدر من الحيوانات فيكون أحط من الحيوانات، لأن الله خلق هذا العقل في الإنسان وركبه فيه وميزه به على سائر المخلوقات من أجل أن يميز بين الضار والنافع وبين الخير والشر، ومن أجل أن يحجزه عن الأخلاق الذميمة والأفعال الوخيمة. ولهذا سمي بالعقل، لأنه يعقل الإنسان كالعقال الذي يعقل البعير، فهذا العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، فحرم الله عليه أن يجني على عقله وأن يتعاطى ما يخل بعقله، لأن دين الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس. الأولى الدين، الدين هذا من الضروريات، حفظه من أعظم الضروريات، ولهذا شرع الله حد الردة بأن المرتد يقتل، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فيقتل المرتد حماية للدين من التلاعب، حماية للعقيدة. الثانية النفس، وذلك بالقصاص من القاتل عمدا عدوانا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالقصاص شرع من أجل حماية النفوس من القتل بغير حق. والثالثة العقل، الضرورية الثالثة العقل، ولذلك شرع الله حد الشرب، الذي يشرب الخمر ويسكر يجلد بالسياط ويذاق العذاب والألم حتى يتوب عن هذه الجريمة. وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، وجلد أصحابه من بعده، وذلك من أجل حماية العقل من أن يتلاعب به بتعاطي المسكرات. والرابعة من الضروريات العرض، ولذلك شرع الله حد القذف، فمن قذف مسلما بالزنا أو باللواط فعل الجريمة الشنيعة، فإما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قال، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة. قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لأن أعراض المسلمين محرمة، وعرض المسلم مثل دمه ومثل ماله، حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا تدنس الأعراض بالقذف
لأن هذا يدنس العرض ويشوه الإنسان ويكرهه على المجتمع، وهو من إشاعة الفاحشة التي قال الله فيها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعرض أغلى على الإنسان من المال، كونه يؤخذ ماله أسهل عليه من أن ينتهك عرضه. والخامسة المال، ولذلك شرع الله حد السرقة، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأمر بقطع يد السارق والسارقة حفظا للأموال لئلا تسرق وتؤخذ بغير حق، تقطع اليد وهي عضو من الإنسان فيها نصف الدية، تقطع هدرا إذا سرق حماية للأموال، لأن الأموال محترمة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا خانه وسرق ماله وثبتت عليه السرقة إما بإقراره وإما بشهادة شاهدين عدلين فإنه تقطع يده، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف عقوبة له نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالإسلام جاء بحفظ هذه الضرورات الخمس، ومنها العقل، فالإنسان لا يتلاعب بعقله ويأخذ المسكرات، وأشد من المسكرات المخدرات والعياذ بالله، لأن المخدرات تفسد العقل وتفسد البدن، الذي يتعاطى المخدرات يصاب في عقله ويصاب في بدنه ويصبح عالة على المجتمع، لا هو مع الأحياء ولا هو مع الأموات كما هو معروف. فالمخدرات أشد ضررا من المسكرات، لأن المسكرات تزول، يزول السكر ويعود العقل بعده، ومع هذا شدد الله في عقوبة تعاطي المسكر، فتعاطي المخدر أشد وأنكى. وترويج المخدرات بين المسلمين من الإفساد في الأرض، وعقوبة الذي يروج المخدرات أنه يقتل، لأنه من الذين يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وكذلك تعاطي القات، القات من المفترات، وقد يسكر، لذلك يحرم تعاطي القات، ويجب عقوبة من يتعاطى القات أو يروج القات بين المسلمين، لأنه ضار بالبدن وضار بالصحة، ولأنه يعوق عن طلب الرزق، ويصبح الذي يتعاطى القات يمضي كثيرا من وقته في التخزين وتعطيل العمل، فهو مادة خبيثة وشجرة خبيثة، ضار بالبدن، ضار بالعقل، بالتخدير، يخدر ويفتر الإنسان. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ثم الدخان، التبغ، لحرام لما فيه من الأضرار العظيمة. أولا أنه لا فائدة فيه البتة، لا فائدة فيه ولا واحد في الألف، ما في فائدة مطلقة. ثانيا أنه ضار للبدن
وهذا ظاهر. ولهذا حتى الكفار أقروا بضرره، الكفار أقروا بضرره على الأبدان وصاروا يحذرون منه. الدخان خبيث، خبيث في رائحته، خبيث في طعمه، خبيث في أثره على الجسم، يورث الأمراض الفتاكة، يصبح شاربه شبحا مصفر اللون متغير الشفتين أسود الفم من الدخان، يصبح فمه كأنه طاقة مطبخ أو طاقة موقد للنار، يسود فمه وينتن نفسه، فلا أحد يطيق أنه يشم نفس المدخن لخبثه. ثم رائحته تنتشر على الناس وتضايق الناس حتى في المساجد، ولو ما شرب الدخان في المسجد تصحبه رائحته، المدخن تصحبه رائحة الدخان حتى في المسجد، فيضايق من بجانبه من المصلين. الدخان كما ذكر الأطباء يورث أمراضا مستعصية كالسرطان وأمراض الصدر. أرأيتم لو أنك أتيت إلى حجرة نظيفة، مزينة، ثم أوقدت فيها النار عدة أيام، ماذا تصبح هذه الغرفة؟ تصبح سوداء، متغيرة الجدران، سيئة الرائحة، وهذا وهي غرفة كبيرة، فكيف بجوف الإنسان الضيق الذي يداوم على شرب الدخان؟ ماذا يكون جوفه؟ وماذا يكون صدره؟ وماذا يكون فمه؟ وماذا تكون أسنانه؟ انظروا إلى المدخنين ترون العجب العجاب. ولكن كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فلو أن الإنسان أجبر على شرب الدخان وهو عاقل لم يقبل، ولو ضرب لم يقبل لما فيه من الضرر، فكيف يأتي باختياره وطوعه ويشرب هذه المادة الخبيثة بل ينفق فيها الأموال؟ الدخان مرتفع الثمن، ما هو يستنفذ أموالا كثيرة، والله جل وعلا حرم التبذير والإسراف وحرم إنفاق المال في غير فائدة بل في مضرة. فالدخان حرام من عدة جهات: الجهة الأولى أنه خبيث، والله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا أحد من الناس حتى الذين يتعاطون الدخان لا أحد يستطيع أن يقول إنه من الطيبات أبدا، يقر أنه من الخبائث، ما دام أنه من الخبائث فهو حرام. ثانيا أنه مضر، والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونهى أن الإنسان يتعاطى ما يضر بصحته ويضر ببدنه. ثالثا أنه خبيث الرائحة، خبيث الرائحة، يكره الإنسان إلى الجلسة وإلى المجتمع، فترى الناس لا يألفون المدخن ولا يرضون أن يجلس معهم إلا من باب المجاملة، وهم يكرهونه أشد الكراهة. رابعا أن الدخان يغير اللون ويغير الملامح حتى يصبح المدخن مميزا على الناس بصفرة لونه وقبح منظره وكراهية نكهته، فماذا بقي في هذا الدخان الخبيث الذي ابتلي به كثير من الناس؟ فهذا هو حماية الله للعقل وحماية الله للجسم الإنساني.
وهذا هو الخمر ومشتقاته وما يلتحق به من المواد الخبيثة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن الخمر نفسها ولعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها إلى آخر عشرة، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، مما يدل على خبثها وهي أم الخبائث. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار، لا يدخل الجنة مدمن خمر. الذي يداوم على شرب الخمر حتى يموت توعده الله لأنه لا يدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر كعابد وثن، إلى غير ذلك من الأدلة على قبح الخمر. والله جل وعلا قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه مضار الخمر. وأما الميسر فهو كما سمعتم أخذ المال على المراهنات والمغالبات، أنه من أكل المال بالباطل. ولأن الإنسان قد يصبح غنيا ويمسي فقيرا بسبب القمار، يكون غنيا في لحظة ويكون فقيرا في لحظة بالقمار، بواسطة القمار، كما هو معروف في أسواق القمار العالمية، وكيف أنهم في لحظة واحدة يصبحون من أفقر الناس. ولا يحل أخذ الجوائز على المسابقات مطلقا إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق، يعني السبق الجائزة، لا سبق إلا في ثلاث. لا سبق يعني لا يجوز أخذ الجائزة على المسابقة، هذا معنى قوله لا سبق، أي لا يحل أخذ المال على المسابقة إلا في ثلاث: إلا في نصل أو خف أو حافر. يجوز أخذ الجوائز على هذه الثلاث لأنها من التدرب على الجهاد في سبيل الله، فالنصل معناه الرماية، يجوز أخذ المال على الرماية، من غلب يأخذ الجائزة لا بأس. أو خف وهو ركوب الإبل، إذا سبق على الإبل يأخذ الجائزة حلال. أو حافر وهي الخيل، فإذا سبق على الخيل يستحق أخذ الجائزة حلال له. لماذا؟ لأن هذا من التدرب على وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما عداها لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات، وهو الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ففي قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير، الخمر والميسر فيهما إثم كبير يعني كثير، وذلك لأن الخمر تغير العقول، والخمر تحمل الإنسان على أن يكون أحط من البهائم فيتصرف تصرفا لا تفعله البهائم، فيكون السكران أحط من البهيمة، وهو إنسان كرمه الله بالعقل وميزه على غيره من المخلوقات، يجني على عقله فيصبح أحط من البهيمة. يقول الشاعر: واهجر الخمر إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، كيف الإنسان يتحول من عاقل إلى مجنون؟
بسبب هذه المادة الخبيثة، فهذا من ضررها. ومنافع للناس، ما هي المنفعة التي في الخمر؟ قالوا فيها منفعة أنه يحصل المال، يبيع ويشري بها يحصل المال، وأيضا يتلذذ في نشوتها ساعة من الوقت وينسى الهموم، هذا من منافع الخمر. هذا كان في أول الأمر، لكن لما حرمت الخمر سلب الله منافعها فلم يبق فيها منفعة أبدا، وبقيت ضررا محضا. إنما كان فيها النفع القليل قبل أن تحرم، فلما حرمت صارت ضررا محضا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرمت الخمر وقال إنه يصنع الخمر للدواء، يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يصنع الخمر للدواء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء، فليس في الخمر دواء وإنما هي داء. فبعدما حرمت لم يبق فيها منفعة. وأما الميسر فمنافعه أنه يحصل به كسب المال، يحصل به كسب المال برهة من الزمن، ويفرح به الإنسان، يفرح بالمال، لكن سرعان ما يزول، كما يأتيه المال في لحظة يؤخذ منه في لحظة بسبب الميسر والقمار. ولذلك صار ضرره أكبر من نفعه، إثمهما أكبر من نفعهما. ثم إن الله حرم المادتين تحريما باتا في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرمت الخمر تحريما باتا ولم يبق فيها منفعة، وحرم الميسر تحريما باتا ولم يبق فيه منفعة إلى يوم القيامة. والله جل وعلا بين مضار الخمر والميسر في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة. الواجب على المسلمين أن يكونوا إخوانا متحابين متعاونين متعاطفين كالجسد الواحد، فأي شيء يحدث العداوة والبغضة فهو محرم، والخمر والميسر يحدثان العداوة والبغضة. وأشد من ذلك يصدكم عن ذكر الله، لأن الإنسان يجب عليه أن يكثر من ذكر الله ويستغل وقته بذكر الله، ولا يضيعه في اللهو واللعب وتعاطي الخمر وتعاطي الميسر، هذه خسارة. وعمر الإنسان محدود وليس له غيره، فإذا ضيعه في الخمر والميسر والملهيات ضاع عليه وخسر خسارة لا تعوض. صدكم عن ذكر الله. وأشد من ذلك وعن الصلاة، الخمر والميسر يصدان عن الصلاة، يشغلان من يتعاطاهما عن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لأنه يمضي عليه وقت كثير في معاقرة الخمر والميسر، وتمر عليه الصلوات ولا يصلي. هذا الذي يريده الشيطان من ترويج الخمر والميسر وترويج المخدرات وترويج القات وترويج الدخان، يريد الشيطان الإضرار ببني آدم، لأنه قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الشيطان يريد للإنسانية الدمار والخسار والبوار،
وليس هذا قاصرا على شيطان الجن، بل أيضا شياطين الإنس الذين يروجون ويتعاطون هذه القبائح ويروجونها للناس ويدعون إليها، هم من شياطين الإنس الذين يتعاونون مع شياطين الجن لأجل إفساد المجتمعات، وخصوصا المجتمع المسلم الذي أمر الله بطهارته وتنقيته، وأمر الله أن يكون كالجسد الواحد. الشيطان يأتي بهذه المواد لأجل أن يفسد هذا المجتمع المسلم ويقطع العلايق بين الإخوان، يصبحون متباغضين متعادين، وإثمهما أكبر من نفعهم. ثم قال جل وعلا السؤال الثاني: ويسألونك ماذا ينفقون. يسألونك ماذا ينفقون، الله جل وعلا أمر بالصدقة، أمر بالصدقة، فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أين يتصدقون، من أين يتصدقون، هل يتصدقون بأموالهم كلها ويبقون بلا مال، أو يتصدقون ببعضها ويضيقون على أنفسهم؟ الله جل وعلا أجاب عن ذلك فقال: قل العفو، يعني الفاضل عن حاجاتكم وكفاياتكم تتصدقون منه مما فضل وزاد، أما ما تحتاجون إليه أو يحتاج إليه من تمونونهم من الوالدين والذرية والزوجة والأقارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فلا تتصدق إلا بما زاد عن كفايتك وكفاية من تنفق عليه ممن هم تحت يدك من أقاربك، إذا بقي شيء فإنك تتصدق منه، وإذا لم يبق شيء فليس عليك حرج في ترك الصدقة. قل العفو يعني الزائد عن حاجاتكم وضرورياتكم. ثم قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي يفسر لكم الآيات ويوضحها، ينزل الآيات ثم إنه يبين معناها ويوضح مقصودها لعباده، ولا يتركها مجملة أو غامضة المعنى، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. بين لكم الآيات، أي يوضح لكم معناها ومطلوبها، ويبين لكم الأحكام الشرعية، يبين لكم الحلال والحرام، يبين لكم الواجب والمستحب. فالله جل وعلا يبين الأحكام لعباده، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين كما علمه الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمته سبحانه أنه لا يترك العباد في التباس، لا يدرون ما معنى الآيات أو ما معنى الأحاديث، بل إنه جل وعلا يوضحها وييسرها. ومن جملة ذلك أنه أجابهم عن سؤالهم عن الخمر والميسر، وأجابهم عن ماذا ينفقون، هذا من جملة ما يبينه الله سبحانه وتعالى لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم. ثم قال: لعلكم تتفكرون، رجاء أن تتفكروا في آيات الله. والتفكر في آيات الله هو التدبر، فالمسلم يتدبر القرآن ويتفهم القرآن، ولا يكتفي بقراءة الآيات وإمرار السور وختم القرآن دون أن يتفهم، دون أن يتدبر. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على المسلم
أنه يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويسأل عن معانيه وتفسيره ويراجع الكتب المعتمدة من أجل أن يعرف معنى الآيات التي يقرأها من أجل أن يعمل بها، لأنه إذا لم يعرف معناها فإنه لا يمكن أن يعمل بها. ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم، أي رجاء أن تتفكروا، وتتفكروا أيضا في الدنيا، أحوال الدنيا وأحوال الآخر. ما يكون الإنسان بهيمة همه الأكل والشرب، بل يفكر في الدنيا، يفكر في حياته، يفكر في سرعة انتقاله، يفكر لماذا خلق في هذه الدنيا، إنه لم يخلق عبثا. فكر في الدنيا لماذا خلقت ولماذا وجد فيها هو وبماذا أمر، حتى يستفيد من حياته في هذه الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، من ضيع الدنيا ضاعت آخرته. لعلكم تتفكرون في الدنيا التي هي دار العمل والاكتساب، فلا تخرجوا منها بدون عمل صالح واكتساب نافع. والآخرة التي هي دار الجزاء، تكون الآخرة دائما على بالك، يكون دائما على بالك القبر والحياة في القبر والبقاء في القبر، ثم يكون على بالك البعث من القبور والقيام من القبور، ثم يكون على بالك المحشر وجمع الخلائق في مكان واحد مدة طويلة 50,000 سنة تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق والقدم على القدم من الزحام، ثم بعد ذلك الموازين توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم تطاير الصحف، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره، ثم بعد ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم، يمر الخلائق عليه كلهم، تمشي بهم أعمالهم، فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في النار. يتذكر الإنسان هذه الأحوال ولا يكون بهيمة ليس لها هم إلا الأكل والشرب، بل يتفكر الإنسان في حياته الدنيا وفي حياته في البرزخ والقبر وفي حياته بعد البعث والنشور. يتفكر أيضا في الجنة والنار، وما في الجنة من النعيم والسرور والخلود والخلد، وما في النار من العذاب والنكال والألم والحسرة والهموم والأنكاد والخلود فيها والعياذ بالله. تفكر الإنسان في هذه الأمور، إذا تفكر في الدنيا والآخرة استعد بالأعمال الصالحة وتاب من الذنوب السيئة. أما إذا غفل عن الدنيا والآخرة فإنه لا يبالي ماذا يفعل، ليس له رادع يردعه ولا دين يمنعه من تعاطي ما حرم الله، فتضيع حياته عليه خسارة وتكون آخرته عليه وبالا، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال جل وعلا السؤال الثالث: ويسألونك عن اليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو صغير، من مات أبوه وهو دون البلوغ فهو يتيم. مات أبوه الذي يربيه، مات أبوه الذي يكسب عليه، مات أبوه الذي يحميه، فمن يدافع عنه؟ من ينفق عليه؟ من يتولى أمره؟ هو بحاجة، صغير ليس له حول ولا قوة، ومات عائله وأبوه، هو بحاجة على المجتمع المسلم، على إخوانه المسلمين أن يحسنوا إليه. ومن الإحسان إليه إذا كان له ميراث أن يقوم عليه
ولي أن يقوم عليه ولي يحفظ ماله وينميه له، فاليتيم بحاجة إلى الولي الذي يربيه والذي يحفظ له ماله. ولما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فلما سمع الصحابة هذه الآيات التي فيها التهديد والوعيد في من يأكل من مال اليتيم شق عليهم ذلك، وصاروا يعزلون طعام اليتيم عن طعامهم ولا يخلطونه مع طعامهم خوفا من هذا الوعيد، حتى إنه يفسد طعام اليتيم إذا بقي مدة يفسد، فحصل بذلك الضرر والمشقة على المسلمين. فجاءوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو المخرج من هذه الأزمة مع الأيتام والسلامة من هذا الوعيد الشديد مع الأيتام، وأنهم صاروا يعزلون طعامهم على حدة فيفسد ويتغير، شق ذلك عليهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل إصلاح لهم خير، كونكم تحافظون على أموالهم وتتجنبوا أكل شيء منها هذا إصلاح وهو خير ومطلوب، خير ومطلوب. وإذا عزلتم طعامهم عن طعامكم خوفا من أكل شيء من طعامهم فهذا خير، يدل على الورع ويدل على التقوى ويدل على الاحتياط والابتعاد عن الحرام، فما تعملونه خير. ولكن لا مانع من المخالطة أن تخلطوا طعامهم مع طعامكم وتأكلون جميعا. رفع الله الحرج والمشقة فأباح أن يخلط طعام الأيتام مع طعام الأولياء وأن يأكلوا جميعا، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الله جل وعلا يعلم من هو المفسد الذي يتلاعب بأموال الأيتام وإن كان يعزل طعامهم، قد يكون يعزل طعامهم لكن هو يفسد في أموالهم. من المصلح الذي يخلط طعامهم مع طعامه ويأكل معهم ويحفظ أموالهم. الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما في قلوبكم ويعلم نياتكم ومقاصدكم ويعلم تصرفكم، فالمدار على النية والقصد والعزم لا على الأفعال الظاهرة. الله إنما ينظر إلى ما في القلوب وما في النيات، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني أتعبكم، العنت هو التعب، لو شاء الله لفرض عليكم أن تعزلوا طعام اليتامى عن طعامكم ولو كان في هذا مشقة عليكم، لو شاء الله لألزمكم به، ولكنه برحمته سبحانه وتعالى رفع عنكم الحرج. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز يعني قوي، إن الله عزيز قوي سبحانه، العزة هي القوة والغلبة، حكيم مع عزته وقوته فهو حكيم، يضع الأمور في مواضعها، الحكيم
هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويستعمل القوة والعقوبة في مواضعها ويستعمل الرحمة والرأفة والتخفيف في مواضعه، فهو سبحانه يضع الأحكام المناسبة في مواضعها، فهو عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، إثبات أنه عزيز هذا من أسماء الله جل وعلا، وإثبات أنه حكيم، والحكيم هو الذي يحكم الأمور ويتقنها، وأيضا الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. فالحكيم له معنيان، معنى الإحكام وهو الإتقان، فجميع أحكامه متقنة سبحانه وتعالى، وفي معنى الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها المناسبة، هذا هو معنى العزيز الحكيم. وفي هذين الاسمين إثبات صفتين من صفات الله عز وجل، وهما العزة من العزيز والحكمة من الحكيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: هل المسح على الجبيرة والضماد يكفي عن التيمم، وما شروط المسح على الجبيرة؟ نعم، إذا كانت الجبيرة على قدر الحاجة فإنه يكفي المسح عليها ولا يتيمم، أما إذا كانت الجبيرة زائدة عن محل الحاجة فإنه يجب نزعها وقصرها على محل الحاجة، فإن شق نزعها فإنه يتيمم عن الزائد، يمسح ويتيمم، يمسح على ما كان على محل الإصابة ويتيمم عن الزائد الذي يشق عليه نزعه. نعم. تقول: وشروط الجبيرة أن لا تزيد عن الحاجة، أن يكون محتاج إليها، أما لو وضعها وهو لا يحتاج إليها فلا يجوز له المسح عليها. نعم. يقول: سمعناكم في برنامج نور على الدرب سابقا قلتم: الله قد يعطي الكرامة لأحد لأنه يحتاج إليها، نرجو من سماحتكم توضيح هذه العبارة، وهل مجرد أن يخطر ببال أحد أن الله يعطيه الكرامة ما عدا يعطيه كرامة ما عدا الاستقامة دون أن يطلب الكرامة من الله؟ نعم، قد يحتاج الإنسان إلى شيء وليس عنده أشياء يحصل بها على حاجته، فالله يأتيه بحاجته من غير تعب ومن غير بذل أسباب، مثل ما حصل لمريم أنها لما اعتزلت الناس واتخذت حجابا تستر به مكانها وتصلي وتتعبد صار يأتيها الرزق وهي لم تخرج ولم تطلب الرزق، بل يأتيها بدون تعب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني محل العبادة الذي هي فيه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا من الكرامة التي يعطيها الله لعبده لحاجته إليها. نعم. بماذا تنصحون شخصا أصبح همه الدعاء فقط، ولظروف وأسباب لا يستأنس بالناس في الدنيا ولا يستأنسون به، يجلس بمجاورة الحرم منذ بداية هذه العطلة
ومع إكثاره من نوافل العبادة يخشى عدم القبول ويشعر بالضيق والحرج في الدنيا، فهل من نصيحة له؟ أما كونه يكثر من العبادة ويشعر بعدم القبول هذه علامة خير، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وكونه يخشى أن ترد عليه أعماله ولا تقبل هذا طيب. أما كونه يعتزل الناس ولا يكلمهم ولا يكلمونه وتصيبه الهموم بسبب ذلك لانعزاله عن الناس وعدم المؤانسة، هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يعمل هذا العمل لئلا يصاب بالوسواس أو يتسبب